عايز الارتداد ده يحصل، انا ممكن بمنتهى البساطة اقرب الاوفست دي قوي كده، تمام، بالمنظر ده كده. يعني الارتداد هيحصل بطريقة اوقع شوية او بشكل سموث، تمام. طيب نرجع نخليه كده بالشكل كده، نخليه كده اهو، نخليها حاجة 40، نزود، ماشي. طب كده عملنا التحريك. طب نرجع نبص على الكاميرا بتاعتنا. اعتقد الكاميرا تلف سنة. لو احنا روحنا الفراكتشر لفينا الكاميرا بس سنة كده ورفعناها فوق. طبعا ما تنساش انك تحط الكي فريمز تاني. تمام. طب لو في اي زيادة مفيش مشكلة، ممكن ان احنا نزود المسافات اللي بين او نأخر شوية الراندوم افكتور، تمام، بالشكل ده كده، بالمنظر ده. تمام، مفيش اي مشكلة خالص وشغال تمام ومفيش اي مشاكل. طب احنا ممكن نظبط الكاميرا، ممكن نخلي الكاميرا كده، ماشي. مش ده البوزيشن الجديد بتاعها؟ ده البوزيشن بتاعها. هنعمل كي فريم ونروح للبوزيشن الاولاني ندلته وناخد ده نسحبه مكانه بالمنظر ده كده. يبقى انا كده عملت البوزيشن بتاع الكاميرا من غير اي وجع دماغ او صعوبة يعني، ماشي، بالمنظر ده كده. طيب كان في حاجة كنت عايز اتكلم عليها. ممكن الراندوم افكتور كمان اخليه يعمل لي راندومايزيشن في الروتيشن. ممكن اعمل كده مثلا بحيث يبقى فيه شوية روتيشن. تمام، حاجة كده بحيث يبقوا داخلين برضو فيهم راندومايز. والله شكلها احلى، شكلها احلى، بس انا هقلل الزاوية دي شوية بس عشان ما تفضلش تلف حوالين نفسها كتير. جميل. لو احنا خدنا بالنا بقى ان والكاميرا بتقرب دي ما بتروحش كاملة في الاول، ما بتروحش كاملة في الاول، فانا هعمل ايه؟ انا كده المفروض دي الانيميشن بتاعي كانت وقفت هنا كده، بدات تكمل، بتبدا بقى تكمل دي من هنا كده. فهروح للانر سيركل واروح على الاند جروث. لو تفتكروا قلنا 68%، اخلي دي قليله مثلا ولتكن كده، واحط كي فريم، ومع حركه وقفه الكاميرا، تمام، خليها عند 150، هوديها ل 68% واحط كي فريم، تمام، ونشوف الحركة عاملة ازاي. تمام، زي ما هي معمولة بالظبط، ولو ان ممكن ان احنا نبطئها بعض الشيء. طيب عايز الفول اوف ده مش عاجبني، يعني الفول اوف ده مش عاجبني. لو انا خدت الراندوم البلين افكتور ده هو اخره عند 60، ماشي، مفيش مشكلة، بس انا مش عايز الخبطة اللي في الاخر دي تحصل. فانا هظبط الفول اوف بتاعت البلين افكتور. يا نهار ابيض، المفروض كده. طب تعالى شويه، انا عمال بعليها واوطيها على اساس ان انا اخد احسن شكل للحركه. طب لو قفلنا الراندوم افكتور، ممكن يكون على فكره القصه دي كلها من الراندوم افكتور، الواحد مش واخد باله. هي فعلا من الراندوم افكتور.
لو انا رحت للراندوم افكتور كده تمام، انا بس هقلل المساحة اللي هو شغال فيها، هخليه يبقى اسرع شوية. كده مثلا. طيب انا عايزه ينتهي عند نفس الكي فريم اللي بينتهي عنده البلين افكتور. مظبوط تمام. طبعا في خبطه خفيفه، بس الخبطه الخفيفه دي يعني مديه شكل كويس للانيميشن، مش زي الاولاني. طيب هي وقفت بدري تمام، وقفت بدري، وقفت هنا كده. فنبدا نرجع بس للانر سيركل تمام، ونقللها شويه بحيث انها تظبط معانا الانيميشن. تمام قوي. ده بالنسبه لحركه اللوجو اللي هيخش. عايز في البلين افكتور، هخلي البلين افكتور هو اللي ايه اللي اثر لي في شويه زوايا كده، علشان هو تاثيره هيبقى احسن من، اعتقد مظبوط قوي، عن الراندوم افكتور، والتاثير بتاعه احسن. طب تمام. هي الكاميرا هي اللي هنعمل لها انيميشن لتحت شويه كده. وكالعاده اروح للكي فريمز تمام. نيجي بعد كده للانيميشن بتاع التكست. قبل انيميشن التكست تعالوا الاول نتكلم على الماتيريالز في الجزء اللي جاي.